الرئيس هادي في مهمة إخضاع الدولة. قد يكون هذا هو الوصف الأدق لقرار رئيس الجمهورية القاضي بتوقيف رئيس دائرة التوجيه المعنوي في الجيش وإحالته للتحقيق. جاء القرار بعد مداخلة للعميد محسن خسروف على القناة الرسمية انتقد فيها دور التحالف العربي في اليمن ورفضه المتكرر تسليح القوات الحكومية التي لا تزال تحشد على خطوط التماس مع ميليشيا الحوثي. ما الذي قدمه لنا التحالف؟ التحالف لم يأتمنا على مدفع ثقيل ولا على دبابة ولا على قاعدة صاروخية ولا على طائرة، وليس لدينا شيء. جنود الجيش الوطني اليمني يقاتلون بالأسلحة الخفيفة والعيارات المتوسطة والخفيفة، ليس أكثر من هذا. هنا خرج خسروف إلى العلن واتهم التحالف بالمسؤولية حول توقف المعارك وجبهات القتال ضد الميليشيا وعدم استعادة الدولة حتى اللحظة، في اتجاه مضاد لأهداف التحالف المعلنة مع أول غارة لمقاتلاته في اليمن قبل أكثر من 4 أعوام. ولم تكن تلك الاتهامات هي الأولى للتحالف، بل أكدتها الوقائع على الأرض، حيث كانت مواقع الجيش أهدافاً واضحة للمقاتلات الحربية مع كل هجوم يتخذ قراره بعيداً عن غرفة العمليات المشتركة للتحالف. الجديد هذه المرة هو أن المسؤول العسكري كشف الغطاء وتحدث بلسان حال اليمنيين لماذا لم تحسم المعركة. وما الذي منعنا من أن نكمل الانتصار في نهم؟ وما الذي منعنا من أن نكمل الانتصار في الحديدة؟ هذا السؤال أنت من تجيب عليه؟ أنا أقول لك، أنا منعنا بالأمر من التحالف ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن دول أوروبا. التحالف أيضا عليه خطوط عريضة، منع التحالف أيضا من أن يساعدنا في الانتصار حتى النهاية. يبدو أن التحالف والعالم أيضا يريدان للنزاع في البلد الأفقر بالجزيرة العربية أن يبقى ممتدا، فإمكانيات الحسم العسكري لا تزال بعيدة عن الجيش الوطني، فلا تسليح أفراده بات متناولا ولا قرارهم بات ممكنا. هي حرب بلا هدف في بلد تقاطعت فيه خطوط الحرب والحسابات السياسية كما يقول مراقبون. فالجيش يمنع من استكمال تحرير أراضي، وكل يوم تخطئ مدفعيته إصابة الهدف، في ظل اتجاه دولة الإمارات إلى إنشاء تكتلات عسكرية موالية لها تشرعن لإنشاء جيوش موازية حسب وصف وزير الدولة عبد الرب السلامي. وفوق ذلك يعمد الرئيس هادي إلى تكميم الأصوات الناقدة والمعارضة للوضع المختل، ليؤكد كل مرة أن التحالف بات سلطة مفروضة راسما خطوطا حمراء لا يحق لأي صوت تجاوزها.